السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي أولياء الأمور مع موقع نذاكر. النهاردة هنتكلم في الوحدة الأولى ميتين بيبو، مكونات الناس. الأهداف: greet and respond to greetings، نحيي ونرد تحية. describe yourselves in terms of gender، نحن نوصف نفسنا كولد أو بنت. identify speakers in a conversation، نحدد المتكلمين في محادثة. read and write words، نكتب ونقرأ كلمات. learn vocabulary people and animals، نتعلم كلمات جديدة عن الأشخاص والحيوانات. grammar I am you are. phonics words with B and P. listen and repeat. Good morning. Hello, how are you? Fine, thank you. نكررها كذا مرة قدام الطفل. Good morning. Hello. لما أسأله عن صحته. How are you? ويرد. Fine, thank you. Act as instructed. stand up، هذيك بتقولي stand up وتقفي. sit down، تقعدي. open the door، ياريت بلاش نفهم الطفل بالعربي، احنا ممكن نفهمه بالانجلش. open the door، هذيك تفتح الباب. shh، be quiet، هذيك تحطي صباعك على بقك كده زي ما كأنك بتقولي له اسكت. shh، هو اكيد هيفهم مع التكرار. read، how are you؟ fine thank you. good morning. جربي تقريهم كذا مرة مع الطفل وتخليه يقراهم ورا حضرتك. count 1 2 3 space 5 6 7 8 space 10 11 space. vocabulary، girl، بتتنطق زي ما هي مكتوبة جنبيها باليو، هي مش بتكتب طبعا باليو بس بتتنطق كده. girl، boy، puppet، puppet، منى، سكارة، كريم. exercise، point to the speaker، talk and listen. good morning space hello space hi space hello space. كل ال spaces دي طبعا names، حضرتك ممكن تقولي names اللي انت عايزاها او القريبة من الطفل ممكن يفهمها بسرعة. احنا قلنا act as instructed، حضرتك هتعديها مع الطفل كذا مرة. again listen and repeat. good morning. hello. how are you? fine thank you. ده الهومورك، حضرتك تعملي مع الطفل، خليه يكتب الwords اللي بتبتدي ب B J K M P S، خليه يطلع الdifference. منى، book، pencil. red، كريم، yellow. boy، girl، puppet. will count، ياريت هو يملى ال filled spaces. لما الطفل ي fill the spaces لوحده عمره ما هينساهم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. Please share or like. السلام عليكم ورحمة الله.